طيب معانا أم أنس من مصر. ايوه، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا أم أنس. جزاكم الله خيرا، ربنا يصلح حالنا وحالكم وإياك. يا رب ويسترنا لو واياكم الصوت بس جميعا يا رب. نرفعه شوية عشان نسمع بعد إذنكم، اتفضلي يا أم أنس. ايوه حاضر. ربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب. بدعي اللهم للمسلمين آمين والله يا في رب. كل مكان، في مصر وفي فلسطين وفي سوريا، ربنا يفرج عنا وعنكم اللهم ويفرج آمين يا كربكم رب. يا رب ويصلح حالنا وحالكم يا رب، اللهم امين. آمين. معذره، ممكن بس اسال اي سؤال خارجي؟ معلش. أيوه طبعًا، اتفضلي اتفضلي. جزاكم الله خيرا. انا كان أيوه. عندي حضانه، يعني المفروض ان هي المكان بتاعي انا ماجراه أيوه. وبدفع ايجاره وعندي المستلزمات بتاعه الحضانه، لكن جالي ظروف فانا هسيب المكان اللي انا فيه حاليا. تمام. فعملت واحده يعني اخت بدالي، فانا كنت عايزه اسال الشيخ يعني القسمه بتاعتها تبقى ايه شرعا؟ لو كل حاجه بتاعتي والمكان انا اللي بدفع الايجار، هي بس مجرد ان هي تتولى الاداره وتمسك المكان في الغياب الفتره اللي انا مش هكون فيها للظروف يعني، تمام. فالقسمه هتكون نسبه تناسب، ولا مثلا اتفق معاها على مرتب؟ ولو هي رفضت المرتب تبقى النسبه ازاي؟ يعني انا تلت وتلتين، نص ونص، انا مش عارفه بصراحه. دي حاجه. حاضر يا مونس، الحاجه الثانيه بقى بعد اذنك اسف، اتفضل. الامر الخلع، لو يعني لو المرأة اختلعت يعني عن طريق المحكمة والقاضي حسب ليها ذلك، أو يعني قضي لها بذلك يعني واتطلقت عن طريق المحكمة، تمام. هو ده يجوز شرعا ولا لازم إنها تسمع كلمة أنت طالق من زوجها؟ في طيب حين إن حاضر هو يعني رفض أي إنذار ورفض الحضور يعني في المحكمة. حاضر يا فندم، بشكرك شكرا جزيلا يا أم أنس. طيب أم أنس عندها سؤالين يا شيخ عصام، نبدأ بسؤالها الأول. بتقول إن هي عندها حضانة، والحضانة فيها كل المستلزمات، هي مأجراها يعني بس فيها كل المستلزمات، بس هي عندها ظروف ولازم تنتقل لمكان آخر، فهي هيبقى معاها شريكة. الشريكة دي هتتولى الإدارة، هي هتوفر لها المكان بكل مستلزماته بالأولاد اللي موجودين، والشريكة دي هتخش تتولى الإدارة. فبتقول دلوقتي إيه الصح شرعا؟ إن أنا أديها مرتب مقابل الإدارة فقط، ولا يبقى في اسم؟ الشرع بيقول إن يبقى في اسم النص مثلا، بالنص، التلت بالاتفاق، والتلتين. هي داخلة مضاربة شراكة ولا جاية تشتغل مديرة؟ أنت جايبها تشتغل مديرة، خلاص دي موظفة. أيوه. كسبتي خسرتي ما يخصهاش، لها مرتب أول كل شهر. تمام. ده موظف اشتغل. ولا هي شريكة داخلة على المكسب والخسارة؟ على المكسب والخسارة خلاص كسبته بتاخد، خسرتي ما بتاخدش، انك خسرتي المال وهي خسرت المجهود. ايوه بس تمام، الخيارين موجودين، بس توضحوا من الاول. بس من هي مالهاش قسمة شرعية يعني؟ لا مالهاش. ليها الحالتين دول هم يحددوا مع بعض. تمام. من الاول هي جاية على نية ايه وهي ناوية ايه، الاثنين مع بعض. تمام. مش هستنى اما اشوف الاحسن لايه، لا، اتفاق الاول على ايه. ايوه، ما هي بتقول مثلا لو هي داخله على انها شريكه دلوقتي، هي داخله الاثنين في اتفاق على كده؟ لو هي داخله على انها شريكه، الاثنين متفقين على كده؟ غالبا لا، ما فيش غالبا، لا، اصل حاجه من اثنين داخلين على كده، هي شريكه خلاص على المكسب والخساره. ايوه، هي بالمجهود والثانيه بالمكان والفلوس والمستلزمات، انما داخله على انها مديره ملهاش علاقه، كسبت خسرت لها اخر الشهر مرتبها اللي متفقين عليه. تمام. طيب ولو هي داخله على انها شريكه في قسمه بتقول النص والربع او التلتين، على حسب الاتفاق ولا اتفاق برضه، على ما يجري به سوق العمل. تمام، جزاكم الله خير. عرفي بيقول ايه؟